طبعا فريدة ما رح تشك بأي شيء وما رح تتهمني إلي، وإنت شايف حالتي ما هيك؟ ما عم بتذكر شيء. يا شباب، وأنا جاي بالطريق شفته كان مغمي عليه وبسرعة جبته لهون. يلا بسرعة بسرعة. انتبهوا، عمالكم. اي سيدي الضابط، مثل ما حكيت لك بالضبط، اجت على بيتي وقالت لي انها رح تاخذني على مكان وهددتني بالسلاح. ليش عم تكذبوا لك؟ ليش ما بتقول الحقيقه؟ سيدي ما صار هيك شيء. عدي واسكتي لنفهم شو عم يحكي. اخذتني على مكان مقطوع، لقيت الزلمه ملحوش على الارض، ولما حاولت اني ساعده واسعفه قوصته بالمسدس. ولك كيل عليك شو كذاب، انت ليش عم تتبلعني؟ يا خانو والله ما في شيء من هذا الحكي عم يخبص. بترجعك لو سمحت تسطح شوي. يلا بسرعة اعطيها قبل المهدئ. يلا ماشي. اتركوني اتركوني. لا تخافي، ان شاء الله اتركوني. حاولي تهدي شوي، ما في شيء رح ترتاحي. ما في شيء، خلص اهدي شوي. شو عم تعملي وليه؟ رسلان يا خانو، رسلان لو سمحتي يا خانو. رسلان انا بترجاك لك وتفتح عيونك. دكتور شو صار له؟ طلعي هي الخانم لبرا بسرعه لو سمحتي. ما بصير هذا الشيء. بترجاك لبرا. رسلان رد علي. لعبتك مكشوفه ولا؟ سيد قليل الشرف وكذاب. سيد امير لو سمحت، شو بدكم من اخي يا كلاب؟ بترجاك حاول تهدأ. افهمني شو بدكم من اخي؟ سيد امير ما بيصير يلي عم تعمله. انا بعرف بكفي بقى. اذا منار متورطه فهو معه. لو سمحت اتركوا بقى شركه، وبدهم ينتقموا من اخي شرف. ما بيصير يلي عم تعمله. اخوك يلي بلش والبادي اصلا شو نسيت؟ طيب انا فيني اشوفها هلا؟ بس ما فيك تاخذ منها اي افاده هلا، نايمه بعد ابره المهدئ. اي مو مشكله، بس انا بدي اشوفها شوي. تفضل. انت شو عم تساوي؟ بدي اتنفس شوي، حاسه حالي رح اختنقهم، بدي هوا. منار خانو مهدي لو سمحتي. انا لازم اطلع، قلت لك رح اختنقهم. لك اتركني ولا طلعي فيني يا سيد. فيكي تضحكي على الكل بس انا ما رح تضحكي علي، فهماني؟ انت شو عم بتساوي؟ اترك المريضه رجاء. هذا هو دواها، انت شفتك كيف هديت بسرعه؟ اطلع بسرعه، روحي اندفسي. لا بقى تجي لهون. رح أجي مرة تانية بس لألقي القبض عليها. صار شي، صار شي لشرف. فريدة أنت من وين عم تجيبي هالشغلات؟ اهدي شوي. تعال شوفي. لو سمحت لو سمحت فريدة. حكي لي شو بالي. تهدي حالك فريدة. فريدة شرف لا تخافي، ما صار له شيء. خلص تعالي. ما انا منيح، صار له شيء. شرف قوي، لا تقلقي علي. فهموني شو صار لجوزي. صار مع المريض نزيف داخلي ولازم نعمل له عمليه بسرعه. على غرفة العمليات. هدول كيف عم يعيشوا؟ ما عم بفهم، يعني كم روح لهم؟ معلم رحت وشفت بعيوني وضع شرف خطير، بس يلي اسمه رسلان رح يطلع من العناية المشددة. العمى على هالحظ، أنا رح أتدمر هيك. معلم لازم نلحق حالنا بسرعة، هديك المرة كانت رح تتصل بالشرطة بالزور هربت. هديك حسابها معي بعدين، بس هلأ ماني فاضي لها. وين المحامية؟ ليش لهلأ ما أجيت؟
لا تستناها على الفاضي، ما رح تجي. ماشي معلم. يلا انقلعي، ماني فاضي اتلهى معك. وانا اصلا ما فيني طول هون، جيت لاعطيك هاد. وشو هاد بقى؟ وقف التوكيل، ورفعنا عليك دعوة، ولبينا ما تبلش الدعوة ما رح تقدر تقرب على أملاك عمتي. كل هاي الأملاك إلي أنا، ورح بيعهم كلهم، فهمتي؟ بس تخلص الدعوة رح تاخد يلي بتستحقه، رح تجن وتروح لعند شريكتك، يعني لعند منار. والله بقتلك وليك وما بسأل عنك. تركني، بعرف بتقدر تقتلني. عمتي، أنا هلأ طلعت من عند تيمور، شو الوضع عندك؟ دخلوا شرف مرة ثانية على غرفة العمليات، وضعه كتير سيء. الدكتور قالنا صار معه نزيف داخلي. أنت شو عملتي؟ شو وضع تيمور؟ أنا خبرته، ولو تشوفيه كيف جن، عصب وصار يهددني. يعني جن جنانه؟ رايح على الطابق الفوقاني. بس هاد ولا شيء قدام يلي صار معنا وعنينا. على كل نحن هلأ رايحين لحتى نشوف سليم، أنا بتصل فيكي. ماشي. فوتوا أخي شرف على العمليات، صار معه نزيف داخلي. مرت أخي خبرتني وأنا رايح على المستشفى. فهمت سيدي. أنت شفت تيمور ومنار شو عملوا؟ لساتهم عم يحاولوا يهربوا من السجن بأي طريقة. أنا بدي فشلهم خطتهم. هلا أنت بلش بالخطة تبعنا لحتى نثبت إدانتهم. بس ليك بتخبروا لك مال مشان يدير باله منيح، ويقنع تيمور انه متورط وبده يهرب، ولا بحياته ما رح يقبل يهرب معه. ماشي سيدي، لا تشغل بالك، رح شوفه هلا. مرحبا. مرحبا. حكيت قبل شوي مع الضابط أمير وقال لي نبلش بالخطة. منيح، عخير إن شاء الله. دير بالك لأنه نجاح الخطة متوقف عليك، لازم تقنع تيمور إنك متورط معه ويقتنع يهرب معك. ماشي، لا تشغل بالك. طيب يلا. أنا ما دخلني من وين بدكم تلموهن. لموهن ليش؟ المصاري مو إلي، وإمتى ما بدي فيني يسحبون؟ من شان هيك معك مهلة نص ساعة لتحضريهن. شو ساويت؟ أنا كيف رح أهرب؟ معلم آمن طريق لهربك هو عن طريق البحر، بس لهلأ ما قدرنا نلاقي شي قارب. أه. ما لقيته قارب، يعني عم تستنوا لحتى يمسكوني؟ هاي الليلة بدي سافر، مفهوم؟ حاضر معلم. حليت الوظيفة شي؟ طبعاً حليتها. حفظت دروسك كمان؟ وأنا حليت وظيفتي وحفظت دروسي. ألو. ما بتفكر تسأل شو عم يصير بهالبيت؟ ولا بتقول كيف حالتنا؟ يا ابني أبوك عرف كل شيء، وعرف إنه عايش بقلب يسار. ومين اللي قال له؟ انت بتعرف لولاد وعمايلهم، كاتبين رساله وما بعرف شو. انت قلي شو بدنا نساوي بهالمصيبه. وهلا كيفه بابا؟ كيف رح يكون؟ فات على غرفته وسكر الباب، وانا مالي عارفه انا شو بدي ساوي. طول الليل كامل مقبره، بعدين خطر على بالي فرحت ركض ورجعته بالزور، وعم يقول كيف رح يعيش، حاسس بذنب كبير. ماشي ماما، تاخدي بابا وتجوا على المشفى فورا، قولي له امير طلبنا. لشو المشفى يا ابني؟ ماما تعالي ولا تسألي، في شي لازم يشوفه بابا. ابني خير شو في؟ لا تسأليني ولا سؤال، خلص جيبيه وبتشوفه بالمشفى المركزي، راح استناكن على الباب. طيب ماشي ماشي. يا ربي شو هالغلط الكبير يلي ساويته؟ كان لازم أحمي الشرف وأوثق فيه، لازم كنت ضل جنبه على طول وما أتركه لوحده. ما بتعرف هيك رح يصير. لا كنت بعرف،
يعني أنا شو بفرق عن منار هلا؟ ما كان لازم اسمح لها تخرب بيتي وتعمي عيوني بالغيرة. كان لازم صدق جوزي وأوثق فيه. قدرنا نوقف النزيف بس لسه وضعه مو مستقر. عطوا خبر لأهله لازم يجوا. شو يعني جوزي رح يموت؟ جوزي رح يموت؟ فريدة اهدي خلص حبيبتي. مالك يا أعصابي؟ اهدي بترجاك ساعده لا تخليه فريدة يموت. عملنا كل شي بيطلع بإيدنا مشان الله ساعده. خلص يا اهدي فريدة بترجاكي اهدي خلص حبيبتي يموت. فريدة خلص لا تعملي هيك اهدي. لك ابني ليش جبتنا لهون؟ والله قلبي بوقف من المشافي. مو بابا عم بيسأل ليش هو عايش؟ هلا رح تعرفوا ليش. لا والله ما بروح لهنيك. خير الدين وانت لا تروح. شرف؟ صار له شيء لابني شرف؟ ها؟ خود وزعون على رجالنا، دبروا حالكم لبينما ارجع. ماشي معلم. ولك ما بتعرف تدق الباب؟ شو انت فايت على زريبة؟ يا زلمه نحن احترقنا، ما عندك خبر باللي صاير؟ فوتهم، قل لي شو اللي صاير معك؟ رسلان فتح عيونه. شو دخلني؟ ليش عم تقلي هذا الشيء؟ بس مو هذا موضوعنا هلا. منار نفذت من السجن. كيف؟ قدموا تقرير صحي بخصوصها وهلا هي بالمستشفى. يعني ما راح تنسجن؟ قال راح يعالجوها. ولسه بتعرف شو الأسوأ من هيك؟ شو؟ شو؟ أنا وأنت راح يزتونا محلة بالسجن. رسلان عطاهم اسمك ومسكوا جنان كمان. والشرطة عم تدور علينا. يا بنهرب هلأ أو بيلقطونا. وحتى أنا هربت أخي حبيبي.
لوين رايح؟ يلا بخاطرك ان شاء الله بشوفك بخير. لك استنى استنى، لوين بدك تروح؟ عم يستنوني بالقارب، لازم روح، الشرطة أكيد رح تجي لهون. طيب خدني معك لكان. وأنت؟ إيه بس لا تاكل هم المفترق بعدين يلا. ماشي بس أنا حجزت لشخص واحد. حجز لشخص تاني معك، الزلمة رح ياخذ مبلغ أكبر وأكيد رح يوافق. شو قلت؟ بدك ما تواخذني. أنت دبر حالك. لا لا ولاقي لك شي طريقة. استنى. رح يهربنا سوا، أكيد رح يقتنع. ماشي. بس ليك بعدين كل واحد بيروح لحاله بطريق. ماشي. ايه لا تشغل بالك انا رح حل كل شيء، بس لحتى اجيب كم شغلي وبرجع لك بسرعه. ماشي. ما هنن بالطريق قبطان، نحن رح نلحقهم ورح نعمل تمثيليه مثل ما اتفقنا، وعمل حالك انك خفت من خفر السواحل، بعدين بتخليهم يتخبوا، اتفقنا؟ اها ماشي. لانه هداك الوحش اتفق مع رفيقته وتسبب باذيه كتير ناس ابرياء، مشان هيك انا بدي منك تساعدنا لحتى نوقفهم ونسلمهم للعداله. بترجاك دير بالك منيح. ماشي اختي، تكرمي، لا تقلقوا ابدا. وانت بتعرف الباقي؟ ايه بعرف يا اخي، رح نقول لهم مضطرين نرجع، بعدين باخذهم على البيت. وهنيك تيمور رح يشوفني قدامه، لنشوف اذا رح يحب هالمفاجأة. مكتوب علينا ما نشوف يوم حلو بحياتنا. رح أدفن ابني الثاني تحت التراب. يا ربي لا تعيشني هالوجع مرة تانية، دخيلك يا الله. لو أنه هالشغلة بالدور لكنت أنا وقفت بالأول. ناريمان ما بيصير هذا الحكي هلأ، نحنا لازم ندعي له مشان الله يشفيه ويرجع لنا اياه. وما يدوقنا هذا العذاب. بابا؟ بنتي كنت مضطر خبرهم، يعني لأمتى رح نخبي عنهم؟ مزبوط، برأيي هيك أحسن من شانهم. أنا رح خبر الأولاد وجيبهم. ليش لتجيبي الأولاد لهون؟ الأولاد شو إلهم شغل هون؟ لا تحكي كأنه شرف رح يموت. ولا صحيح أنت وحدة متعودة على الفراق. لك بعدتي عن ابني وتركتي لحاله. تركتي ناريمان بكفي بقى، لا عاد تفتحي تمك ولا بكلمة. بعتي تقريرا للنيابة. حاضر دكتور. طيب شو من شاني هلأ؟ أنا كتير مرعوبة. رح تنامي بس هالليلة هون. وبكرة؟ رح تتحولي عن نيابة، لأنك ما رح تستفيدي من العلاج هون. أنا كتبت هالشي بالتقرير. بس أنا ما عم أتذكر أي شي، ومرات كتير بحس إنه الأرض عم تنشق وتبلعني وما عم بقدر أتحرك بنوب، وبحس عم أختنق وما بقدر أتنفس. بترجاك عمل لك شي شغلة ساعدني. أنا في عندي خبر بكل شي، عملنا لك الفحوصات اللازمة ولقيت إنك بحاجة لعلاج من نوع تاني، ولتشفي لازم تعتمدي على حالك، وأنا واثق إنك رح تتذكري كل شي. صار فيك تاخد المريضة. لازم لاقي شي طريقة لأهرب. ألو. ألو فريدة، أنا جينان. خير، أنت شو بدك مني؟ قبل شوي قريت خبر بالجريدة، قال منار مقوسة شرف. صحيح، ونحن بالمشفى هلأ ووضعه كتير سيء،
نحن تعبانين كتير. صدقيني أنا كتير زعلت. ليش؟ لأنه ما قدرت تقتل جوزي؟ فريدة لا تتصلي فيني أبداً. كم مرة رح أقلك هالشي؟ أنا ما عاد بدي منك أي شي، لا تتصلي. أي جنان؟ أي كيف عم تتصل؟ ما حد عم بيراقبها؟ إن شاء الله رح يتحسن. إن شاء الله. أنتوا بس ادعوا له. لا أخي، أنا ما بدي خاطر وطالعك معي. أنا برأيي طلع بشي قارب تاني. شبك، لو عندي وقت ما كنت جيت لعندك. أنت ما بتحب أنك تربح مصاري؟ مين ما بحب المصاري؟ كل هذا شي مشانه. خد، بس أنت لازم تشتغل شغلك منيح، ماشي؟ هات لقلك. بكفي. يلا يا أخي، لا تصعبة، مضطرين وعم تتمقطع فينا. طيب يا أخي، اتفقنا. شو صار؟ عرفتي مكان جنان ولا لسه؟ لا، ما حدا عم يحكي قدامي شي. لكن كيف أنا عم أعرف؟ لا تكوني مو حابة تتعاوني معنا، وأنا مو حابب حتى أفكر بهالشي. إذا أنت بطلتي أنك تتعاملي معنا، نحن رح نغير تعاملنا معك، فهمتي؟ خدي، هذا عنوان جنان. راح تخلصي على جنان وما بدي اسمع اي عذر. سمي واحد أميت وخلي اسم البنت جنى على اسم اختي. واذا اثنيناتهم بنات؟ إذا كانت بنت بدي سميها أليف، وإذا كان ولد فرح سميه. إذا كان صبي سميه صابر، وإذا كانت بنت سميها هدية، لأنه الأولاد هدية من رب العالمين، ويلي بيصبر بياخد هديته. مو هيك يا بنتي؟ خير، شو صار لك؟ عم يتحركوا. معناتها حبوا الأسماء هيك الظاهر. دخيلك يا رب تشفي ابني وتطالعه من هالمحنة. انت وحدك القادر على كل شيء يا ربي. جاه أسماءك الحسنى تستجيب لدعائي. يا ربي لا تحرقني بحسرتي على أولادي. دخيلك يا رب لا تحرمنا من رحمتك وعطفك. أنا عبدك الفقير وأنت الغني الكريم. يا ربي أنت اللي ما بترد دعوة الفقير المظلوم، بترجاك تساعد ابني لحتى يرجع لنا بخير وسلامة. يا ربي لا تحرقني بحسرتي على أولادي. حق اسمك العظيم تخفف علينا هالمحنة. أنت وحدك اللي بتستجيب دعاء كل المظلومين. ارحمنا برحمتك وخفف علينا هالاختبار. أنا المريض وأنت اللي بإيدك الدواء والعلاج. يا الله يا ربي لا تحرقني بحسرتي على أولادي. حق اسمك العظيم لا تتركنا وتحرمنا من رحمتك. دخيلك يا رب أنت القادر على كل شيء. يسر لنا أمرنا ونور لنا دربنا يا غفور يا رحيم.
يا ربي أخذت ابني، لا تحرمني من التاني ولا تحرقني بنار حسرتي على أولادي. بترجاك توقف مع ابني ولا تتركه بهالمحنة. دخيلك يا ربي لا اعتراض على حكمتك، بس أنا ما فيني أتحمل أخسر ابني التاني كمان. يا رحمن يا رحيم اغفر لنا واعفي عنا يا أرحم الراحمين. دخيلك يا رب توقف مع ابني بهالمحنة، حق اسمك العظيم لا تتركنا وتحرمنا من رحمتك. رولا امتى خلصت موعدها مع غالب؟ قبل ساعة سيدي. منيح، معناتها بتكون على الطريق. قطان؟ كم ساعة لنصل؟ فكر كيف نوصل بالسلامة من دون خفر السواحل، ما يلحقنا. الخفر السواحل هون كتير بيشددوا على التفتيش، مظبوط؟ مظبوط. دير بالك بس ما يداهمونا، ها؟ كل أمورنا تمام ما؟ وما راح يصير شيء. ايه إن شاء الله. ابني شرف هيك بتعمل؟ مبسوط هيك؟ هيك بتخليني أحكي معك كأني رح ودعك؟ لازم أنا يلي نام على هالتخت هاد، وإنت يلي توقف فوق راسي وتبكي علي. أنا كتير أسأت لك يا ابني، وكتير غلطت بحقك. أخذت أولادك من إيدك، وهلأ رب العالمين عم يعاقبني فيكن. بستاهل، عم تضيعوا من إيدي واحد واحد ورا بعض. يا ابني أنا بترجاك سامحني، سامحني. أنا مسامحتك من قلبي، وأنت سامحني. هذا التقرير إلنا ما هيك؟ مزبوط، تركوا لك هذا التقرير لتاخده. خير يا قطان، شو صارت حرب؟ هدول خفر السواحل، فوتوا تخبوا جوا. يلا رح احكي معهم وحاول خليهم ما يرجعونا. ماشي، يعني ما رح يفتشوا الغرفة ما هي؟ وانا شو بعرفني يا اخي، اساسا اذا فتشوا بنتبهدل. شو عم تستنى؟ يلا ماشي ماشي، يلا خلينا نتخبى بسرعة. يلا شوف حالتنا، لك قديش عطيناه مصاري وشوف وين زتنا. شو بدك؟ فندق خمس نجوم؟ بعبي لك الجاكوزي ولا بتتحمم بالبانيو؟ بلا ما تضوج وادعي انهم ما يفوتوا لهون. قديش فتت على السجون؟ صدقني هالغرفة ارحم مليون مرة. يا زلمة تبهدلنا. لك اجوا.
شو طالع لتصيد؟ لا يا أخي، شو بدي صيد هلأ؟ استغفر الله. إذا مو طالع على صيد، لشو أخذ معك الشبك هاد؟ لوين رايح بهالليل؟ ما في مكان تاني نتخبى فيه غير هون؟ لا في، إذا بدك منروح على الصالون. لك لا تتمسخر. شو أنت أجدب ولا؟ لا حبيبي، والله العظيم أنا مو طالع على الصيد، ما تحكي هيك. وشو هدول؟ طيب أنت شايف سمك شي؟ رجع القارب، رح نحجزه. لا سيدي مشان الله، شو رجع القارب هلا؟ شو عم يقول؟ بدهم يرجعونا؟ دخيل عينك، مشينا يا هلا، ما تعذبنا على الفاضي، أنا بشغل طلعت لحتى ترجعني. بنصحك ما تتعب حالك على الفاضي، يا بتدفع ضريبة أو بنحجز القارب. يلا ارجع. ماشي مثل ما بدك، رح ارجع، لا تعصب، ماشي. يلا اتحرك. حاضر سيدي. بهدلناها، رح يرجعونا. العمى إذا رجعنا وين رح نضل هالليلة؟ الحظ ما كفى القماش، ما ضل القماش ما شقيته، بس رح دبر حالي بهدول. نحن راجعين. يلا راحوا؟ ايه راحوا راحوا. انت متأكد؟ تعالوا راحوا هدول. تعال. كيف بيصير هيك شيء؟ نحن أصلاً هربانين، لوين رح ترجعنا هلأ؟ أخي لا تواخذني، الحق علي أنا، بس رح دبرها لا تخاف، رح تكونوا ضيوفي هالليلة، بتباتوا عندي. إيه وبكرة بأخذكم لعند رفيقي وبلاقي لكم طريقة، ماشي؟ يعني هالليلة ما مننام بالشارع ما؟ لا أخي لا تأكل هم، ببيتي، ببيتي، أنتوا ضيوفي. خلص يا أخي، مضطرين نوافق، أساساً وين بدنا نروح بحالنا هلأ؟ ولا بكرة بيحلها الحلال؟ الصباح رباح. الظاهر ما رح أقدر أهرب هيك. جيت يا ابني، وجبت معي شخص بحبك، يا سار جوا صدري، اصحك تتركنا وتروح، جينا لحتى نقلك تحمل.
شرف، أنا بعرفك إنك قوي وشجاع كتير وإنك ما رح تتركنا، ولأني بعرف إنك أعند ولد من أولادي رح تقاوم وتعيش. عاند الموت يا ابني، مو من شاني أنا بس من شان أولادك. حلو هالمكان كتير مو هيك؟ إيه، الهوا نظيف والجو هادي أحسن من المدينة بكتير. بتمنى يكون عندي شي بيت وقطعة أرض هون أزرع فيها كل شي. حواليك كله أراضي زراعية تقدر تزرع فيها شو ما بدك من الشجر، وبتلاقي فيها شو ما بدك. مضطرة أقتلك كرمال أختي. أعلم عليك، ديري بالك. سوجان، شوفي على هالصدفة، هي أختك رولا هون. أختي؟ أختي؟ هاي أنتي؟ ما في حدا، ما عم بترد. أنا شوي سألت الدكتور وينهم هدول؟ حتى موبايل كمان مسكر. مع السلامة. أكيد صاير معهم شي، بابا ما كان منيح، أكيد صار شي لبابا. فريدة لا تضايقي حالك على الفاضي، لو كان صاير شي أكيد كانوا خبروكي. ما رح يخبروني، ما رح يخبروني مشان ما أزعل. أنت معك سيارة ما؟ إيه معي، بس بترجاكي خلينا نروح لعندهم، ما رح نتأخر بس لشوف أبي وأطمن عليه. هذا هو بيتنا المتواضع. منيح، أحسن ما ننام بالشارع. آه، مرحبا. مين هدول؟ ما بتكفي هديك؟ لا تعملي هيك، بلا هالحكي وبعدي من هون. تفضلوا. فوت. تفضلوا. يلا تفضلوا، لا تخجلوا، فوتوا. رح ننام هون؟ لا، في قصر قريب من هون، بعد شوي منروح لهنيك. لا تواخذوني، البيت مو قد المقام، بس بضل أحسن بكثير من النوم بالقارب، مثل ما شفتوا أنا عايش على الصيد. بتشكرك كثير، يسلموا. لنشوف إذا رح نقدر ننام. هاي الغرفة فيها ضيفتنا، ناموا بهالغرفة. شكرا شكرا. لهون لو سمحتوا. تفضل. يلا عملينا بريق شاي أكرك عجم مشان الضيوف. تشربوا شاي؟ ما بدنا نعذبكم. ساعدوني. شو هاد؟ لا بترجاكم لا تعملوا هيك. ساعدوني لا تعملوا هيك. لا تخافوا، ما في شي، بس ضيفتنا مريضة وعم تشوف كوابيس. لا بترجاكم ساعدوني، دخيلكم ساعدوني. سهير روح شوف شو وضعه. الله لا يحرمنا من نعمة العقل، في عنا هالمريضة وعم نحاول نساعدها. يا مسكينة. حرام، الله يقويك،
الله يشفيها ويعافيها. آمين. الله لا يحرمنا من نعمة العقل ويبعدنا عن المرض والأذى.